من المقرر أن يصوت البرلمان الكوري الجنوبي هذا اليوم الجمعة على تنحية الرئيس بارك جون هاي المتورطة حاليا بفضيحة فساد سياسي وتهم بالتقصير الوظيفي. يأتي هذا في وقت شهدت فيه شعبية بارك أدنى مستوياتها في كوريا الجنوبية، حيث أجرت شركة كالوب الاستطلاعات الرأي في كوريا الجنوبية استطلاعا في الفترة بين الثلاثاء والخميس الماضيين شمل 1012 مواطنا في البلاد. أظهرت النتائج أن معدل الدعم من المواطنين لبارك جون هاي لا تزال متدنيا في 5% بزيادة نقطة مئوية واحدة مقارنة مع الأسبوع الماضي. وكشف 91% من المواطنين المستطلع آرائهم عن مواقف سلبية حيال الرئيسة فضلا عن دعم 81% منهم لقرار إقالة بارك، في حين رفض 14% ذلك وفقا لما جاء بالاستطلاعات.